خذ نفسا عميقا، انظر إلى العالم من حولك، دع عجائبه تحرر روحك، استرخي في عذوبة جماله، وامر نفسك في ثنيات رفاهيته. والآن أطلق زفيرا وسافر في العالم الرائع، كن مستعدا للمغامرة فإنه سيلهمك. مستكشفون لأول وين لحقنا هنا يا كنا طالعين لمصيف تاعنا أتاكور، مصيف الهضبة تاع الأتاكور. الهضبة تاع الأتاكور هي سلسلة جبلية بمعنى أتاكور، مصيف تاع الأتاكور. وين فاتوا علينا زوج من غزلان الريم، ما قدرناش نحكمهم بالهاتف النقال، ولكن فاتوا بسرعة فائقة هنا في وسط الصحراء. خوتنا العزاز توقفنا في مكان واعر بالبزاف بالبزاف، وهو في وسط الصحراء. تكون تمشي وفجأة تلقى بحيرة خضراء. هذه البحيرة ولا أروع، سبحان الخالق. شوف في وسط الصحراء لا يوجد أي شيء، أي شيء. فوق هذا الشيء خاوتنا العزاز زدنا لقينا كمية معتبرة من التمر اللي راح نتسلقو. روح شو روح، اسمع هنا يا هنا تيخرج لك تمساح نورمال. خاوتنا كون تشوفو في التمر هاو، روح روح داك العرجونو طايب قاعد. جيب جيب التمر هذا بنين. راكو تشوفوا خاوتنا قسمنا معاكم كامل الاحداث، كامل واش رانا نشوفوا مورانا وقدامنا. وللامانه خونا اللي خلينا لهيها راح يطيب لنا الفطور. لاباس نشوفوا القيد واش طيب لنا، وتشوفوا نتوما معنا ايضا.
نهدوها شويه. الجوع باي امريكا. رانا مقبلين على اكل وسم هذه ما تاكلا، راح ناكلوا التاكلا خاوتنا. فاصل ونعود. اللحم تاع الجمل هذا لا قبلنا مهبول هذا. ودعنا خاوتنا العزاز مساكن، ناس بسطاء، ناس كرامة، ناس مضيافين، وللأسف شديد لقينا جبنات مساكن لا يتقنون شيئا. واحد مسكين أبكم، والأخت تاعو الصغيرة ثاني تعاني من هذا المشكل، ولكن طيبة القلب تاعهم تبين لك. ودعناهم دركا باش نروحوا وتكونوا معنا إن شاء الله باش نشوفوا ممر الآيس كريم. كما راكم تشوفوا خاوتنا رانا قريب نوصلوا للجبل المقصود، هو اجمل غروب شمس في العالم ممر الآيس كريم. ان شاء الله تشوفوا الجبال اللي راه معنا، نقسموا معكم هذه المناظر. دورو من هنا شوفوا كيتا كيكون شولو غادي زوج جبال وسمو تيزويا شوف الشمس من حدانا، شوف الشمس شوفو من حدانا. أكدنا على بلوغ القمة ونوصلوا للآيس كريم. رانا وصلنا على بلوغ، وتشاهدوا الكاميرا خاوتنا. بدينا في تسلق هذا الجبل سيرا على الأقدام وصولا إلى كنيسة واسمو هذاك تاكل شارل فوك. شارل فوكو رانا رايحين نشوفو ونقصرو معاه، وها هو الجبل اللي رانا نتسلقو فيه. ها هذه الطريق ديالو في المين نفسو الخاص.
جبل شاهق طباش. تعيارو بوزي. الهواء تبدل علينا و الهواء تبدل وطلعنا طلعنا وهاد المسافة عينها مسافة جبل جبل انا طالعين في جبل تيرس Oui, je connais, je connais. Oui, à des passages, je vais toujours. Parce qu'il y a... Tout ce que vous voyez, sont tous des volcans. Par exemple, dans ce truc-là, c'est que la lave était trop épaisse, il a fait un plateau. Comme ici, d'ailleurs, c'est un plateau de 3 km. Et quand c'est des doigts comme ça, c'est la cheminée des volcans. C'est pour ça. De ce qu'il est arrivé, il faisait la météo. Nous avons continué, et comme ça, je vous dis, c'est très important parce qu'il y a des données presque pendant un siècle. Et donc pour les chercheurs qu'aujourd'hui on parle de changement climatique. Eh oui. Il est toujours courir. Stenia, Stenia. Stenia, Shouya. Shouya, Shouya. Sulman, Sulman. Toujours courir. Il va toujours courir. خوتي العزاز وخوت بارك الله رانا رايحين نشوفو الكوشي صولاي الشمس بدات تغرب غير بالعقل غير بالعقل وهكذا خوتنا الأعزاء تنجموا تقولوا انتهت رحلتنا مع غروب الشمس ومع منطقة ولا في الأحلام. نقول لكم إن شاء الله الخوت إن شاء الله تزوروا هذا المكان. إن شاء الله يشعلوا باقي الضوء خويا. أنا أوبان خوتنا الضوء ما حبش تشعل لنا في وسط الصحراء باقي النار. 80 كيلومتر 80 كيلومتر بعيد على تامن راست شكينا في لي فيزيب وراه يقلب خونا هذا يقلب جبت الكلها ما حبش خوتنا كيما راكم تشوفوا رانا خارجين من الصحراء بصعوبة كبيرة ما حبيتش تشعل الضوء تاع التويوتا رانا مستعملين واحد الأمبولة دركا كي نحبسو نوريوهالكم ماشي ساهلة والله ما ساهلة
في لازاز لحقنا للسونتر فيل بصعوبة كبيرة. شوفوا باش جينا بلومبولا، بلومبولا شريتها من المارشي 40,000، لحقتني بفضل السائق، السائق الكبير خويا ناس الصحراء، صح مغاوير، صح مغاوير، جندي من جنود الصحراء، هذوما محاربين الصحراء، هذوما محاربين الصحراء. يقول لك الصحراء امشيها بناسها خاوتنا، الصحراء امشيها بناسها، والحمد لله يا ربي بفضل الله ولا عيالي الموتى عينا مرضنا، ولكن كي تشوف بلي الحفل السونتر فيل انا في تامن راس خاوتنا. نصيحه اللي ننصحكم، كونوا خارجين في الجبال في البراري، ادوا معكم لومبولا شريتها 40,000، دخلت دراهم على كل حال، ولا خرجتنا من الصحراء كنت خايف، باسكو صحراء يا خويا صحراء. هذه هي الخوت تبارك الله، يعطيكم صحة وبوروي خوتي، بوروي بوروي بوروي، وعزاز عليا ونحبكم.